اول حاجه تشكر اللاعبات على المجهود تاعهم اللي بذلوا طيله هذه المقابله، تشكر الجامعه الملكيه المدرسيه لكره القدم والجامعه الملكيه المدرسيه على جميع الموانع اللوجيستيك والمعنويه والماديه اللي وفروا لنا باش تكون عندنا الراحه واننا نخدموا في احسن الظروف باش نجيبوا هذا اللقب العربي. المنافسه كيفاش كانت؟ صراحه المنافسه ما كانت سهله، داير راك شو النتائج كانت تفاوت غير بان بيت ولا دو بيت، دونك كانت المنافسه صعيبه، ولكن البنات كانوا بينوا واحد الروح تاع القتاليه، كان واحد الاسبري ديكيب، كنا فامي وشي اللي عاوننا كثير باش اننا نحققوا هذا اللقب. تشكر جميع المغاربه اللي تبعونا عبر لي ريزو سوسيو وكانوا تيساندونا، تشكر جزيل الشكر لكاع المسؤولين على المشروع تاع دراسه ورياضه، لانه هما اللي كان عندهم لافونتاج باش انهم يديروا باش اننا نحققوا هذا اللقب. Bravo! Quieto, 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 quieto.